پاسان دەکەم بەخێر بێن ڕەمەزانتان پیرۆز بێ و جێژنی داهاتوشتان ئینشاءاللە هەموو ڕۆژمان جێژن دەبێت. بەڕاستی زانکۆ لیدەرشیپی کۆمەڵگایە. زانکۆ زانست دەچینی، زانکۆ ئینسان دروست دەکاتن، ئینسانیش وڵات دروست دەکەن. ئێمە بەختەوەرین لە عەسرێکی تەکنۆلۆژی دەژین، دەتوانین بە زووترین کات، بە باشترین کات، بە شێوە بتوانین بگەینە یەکدری، بتوانین خۆمان بگەینێنین، کەسی دیکەش لەگەڵمان پێ بگەن. خەیر الناس من نەفع الناس. بەڕاستی دەبی ئەو شێی ئەمە بچینین. زانکۆی جیهان زانکۆیەکی ئیبداعیەتە. ئەوەر تارگێت ئیز کریتیتف ئۆنلی الئیبداع 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 من غێر الئیبداع لا نصل ئیلا ئەی شەی. یەجب ئەن نەکون قادە و قیادە و قاعدە. بالئیبداع نستطيع أن نبني كثيرا من الأشياء اللي يحتاجها الأمم الباقية عشرات أو مئات السنوات. فكرة الخير من الوجود موجود، ولكن تجديع الخيرات أو عمل الخير بالتكنولوجيا وبالعلم شيء جديد. وخيرات ليست فقط مادي، الخيرات معنوي وبحثي وتعليمي. من هاي المنطلق نبدأ بمشروع زكاة العلم. العلم يجب أن يعطى 100% ما موجود بالدماغ قبل أن تغادر الحياة. يجب أن لا تخلي شيئا مخبوئا في مخك لما تغادر الحياة. زكاة العلم واجب فرض على كل مسلم وغير مسلم، وهذا ما يمارسه الإنسان، ولكن الإبداع فيه إبداعية جامعة جيهان أنه مشروع زكاة العلم بصورة عصرية مدنية. كيف؟ جامعة جيهان يمتلك من خيرة الأساتذة ومن خيرة الطلاب والموظفين. بالعمل الجماعي نستطيع أن نعمل أشياء لا بالبال ولا بالخاطر. وحاليا التكنولوجيا المعلوماتية اللي نستطيع أن نمارسها كلنا، نستطيع أن نبدع به لأشياء لم يتطرق له غيرنا. ليكون جامعة جيهان نعمل كلنا وليستفيد العالم. من هاي المنطلق ومن إبداعية جامعة جيهان، من أساسيات تأسيس جامعة جيهان يجب أن يكون جامعة إبداعية، وبعكسه لا حياة ولا ازدهار فيه. جامعة يبني الإنسان، والإنسان يبني الإنسانية ويبني الحياة. ليكن هذا شعارنا. بماذا؟ بإعطائنا العلم الذي نملكه والخبرة الذي مارسناه لبقية الناس، ليس فقط لطلابنا، لطلابنا ولأساتذتنا ولكثير من الناس. أعزائي، العمل وخاصة الأعمال الخيرية
يجب أن يكون مؤسساتية. انتهت عمل الخيرات الفردي. أنا أحب فلان أعطيها خبرة. أنا أعرف فلان محتاج أنطيها مال. لا. يجب أن يكون. كيف كان صندوق الزكاة؟ كيف كان؟ خلي يكون صندوق العلم من الزكاة. العلم مشاع، والعلم للإنسان وللحياة وللبيئة، ليس فقط للشخص اللي علومنا ومعرفتنا وخبراتنا. من هذا المنطلق وزعنا لسيادتكم مجمل أهداف وكذلك آلية العمل وكذلك أداء العمل بورشات طوعية لا محدود. تستطيعون إبداء أو إضافة أي شيء اللي تحتاجوها. يجب أن يكون خير للخير، مو مثل الغذاء. العلم يبنى عليه العلم. إخواني الأعزاء والإخوان بالمجلس الجامعي الموقر وأساتذتي والموظفين، أهلا وسهلا بكم في برنامج زكاة العلم. لنعمل جاهدا لرقي المجتمع ولرقي الفرد، ولنعمل جاهدا لزرع الحب والمحبة والوئام بين الناس. أن يكون هناك هيئة، قد قمنا بتشكيل هيئة في أربيل وهيئة في سليمانية وهيئة في دهوك برئاسة أعضاء في الجامعة، أعضاء طوعية يقومون بعمل أي شيء ما يحتاجه الغير نستطيع نعطيها. البرنامج زكاة العلم ليس منتميا إلى أي حزب وإلى أي جهة وإلى أي دين وإلى أي قومية. أنه يحب العلم يجب أن يعطيه، ومن يعطيه يزداد به العلم. براينا زانست وتقل كندوايا تنقلي لي ورقري قورة ردبيتن تون مال كمنابي بزكاة علمش بداني زور زور زيادة ردبيتن لي رودة داوادكم لهموتان أي بيمان دكريتن بيكين بو خوشوشتي جيان بو خوشوشتي مروف باب تینین خوشویستی لناو مروفن. اما بزانین و زانست دتوانین خو من دروز بکنین. استا والان اهم اشیاء انه تکوین فرق او ورشات عمل. يكون احد الاساتذة رئيس الفرقة او رئيس الورشة، ويكون عددا من الطلاب من 10 إلى 15 أو أي عدد أنتم تتغوها. يكون كل ورشة اختصاصها اختصاص دقيق أو اختصاص لنختص مثل ما نختص في العلوم، لنختص في إبداعية الخيرات. الاختصاص في كل شيء مريود ومطلوب. من هذا المنطلق يجب أن نكون عندنا ورشات عمل وفريق عمل، وهذه الفرق يكون حرية كاملة للعمل بموضوعية، ويكون تقرير شهري كامل يعطى إلى مجلس الجامعة بفعاليات كل فرع
او كل فريق، ويفضل ان يكون الفريق او الورشه في قسم محدد. قسم المحاسبه يعطي علوم المحاسبيه افضل من بقيه الاقسام. قسم الهندسه يعطي علوم الهندسيه افضل من بقيه الاقسام. فاذا يكون عندنا اختصاص في فرق وتشكيل العمل الفرق وكذلك آلية العمل. أهم الأهداف اللي أنا ذاكرها 7 وقد يجوز 70، ولكن عامة شاملة، أن يكون نشر ثقافة طوعية للتعليم والتعلم والتربية وخدمة المجتمع. احنا التشارايتي مال اور تشارايتي از جان يونيفرسيتي ايدوكيشنال تشارايتي، سو وي ويل بي كونسنتريت اون ذس تو هاو مانجمنت ايفريثينج باي ذا ايدوكيشن اند باي ذا ساينس باي ذا ابلايد ساينس. ذا اذر ثينجز از فور ذا ريهابيليتيشن اوف ذا بيرسونز اور جروبس، التأهيل المهني والفني والحرفي. The other point is the career and the chance of the business. زانكوي جيهان زانكوي چي تايبت تايبت مندي رخصاندني كاري تايبت نامو كس او هاي نعقليان هبي او زانكويا كز داو تخرجي بيدك ببي تموظفك لزيك اگر ببي تنصالك حتى خبرة فير بي باشوي دبي خاون خاون ايشي خوي بي تكو خاون ايشي خود بي خاوني خود دبي او چتاني كبيتان دلم رضاتان لدكم لناو مشتي طلبان بتسينن براستي پیوست معنی اما هر کسک بتوانه خدمتی خوی بکه، خدمتی خوی کی و خویات کی خدمتی ولاتی بکه. حموضه چی بزنی لین برانبر حکومت و برانبر ازدیاتی مسئول نه. امش با برای چهل گرین سرشن ما. امش با بسطان به هزاران زحیل من هر بتوانی بیانگینی. لو استدا امن داوا دكم زانكوي جهان دلين كلشان اودان اما دتوان بلين جيان اودان حمو جيان اودان با اما قور التربين لوي للو كلاتي خوما با اما بتوانين جنابت ليرا دتواني بويب سايتي خود بفيسبوكي خود بانترنتي خود تأثير لكذب كي اليابان لإنجلترا بحمو كسي بلي زكاة يعلم كسنا لنا إسلام وغير إسلام أو إيمان شين يا بدين شيوازة شي بيروزة شيوازة شي إبداعية دبي أمو حموما أو فكري بتيني لنا ومشكمان كبتواني أوشتاني كهيتمان نك أوي لزيفان مانا يلا مال مانا او شتاني لميشك مانا بدين او زور زبوري او شتاني كلميشك مانا بتوانين بدين برابك بسطان هزاران كس فولو دكاتن بهزاران كس استفادة لدكاتن ايما كده مانو زنكوي زيان بكين اوازيها دبيشة چلو بكين كزنكوي كان كنين كلبي ابداع إبداع بأيوة دبي بمن نابي بتني بدكتورش نابي بأيوش دبي حموما قطابي كان لقال منبن كسي دي كان لقال منبن بتوانين خزمت بكين هركسا ليرد دعوة دكم دوبارة سيبارة أو بروغراما ببيتا دامو دزقاية چي دنياي بناوي زنكوي زيان إما أقر تیم درست بکن لزانکوی جهان لناو شارج دتوان درست کن لکردستانش لعراقش لحمود دولی اسلامی و غیر اسلامی اما دتوانین اوانه بکنه حلمتا چی گوره
کو گوگل توانی استی جیان برز کاتن کمیکیشن ل دنیای برز کاتو یک دی بیتن ایمچ باوش تانه د توانی دیکن با پیکاو حمومان نجبتن ل ناوزان کوی جیان نجبتن ل ناو عراق ل حمود دنیای بتوانی ایش خیر علم درس کن او کسانی که درس دکن بیدن کسی دیکم الآلية العمل أنا خليت كذلك سبع فقرات ولكن نستطيع أن نضيف إلى ما لا نهاية يشمل كل شيء تجديع وتطوير زكاة العلم والمعرفة دموي تركيز لسر أو فقرية بكرتها زكاة العلم إعطاء العلم بدون مقابل أيوة درس قوتنتان لو قطابيان خيرك اعتبار ذكري بلام زكاة اعتبار ناكري شوك أيوة أدري شو ورد قرين لو إشي كده كان برام برفير كرين قطابين أو واجبتان بلام زكاة دان دبي اوش تيك اتو هيتت بي دي برامبر بي برامبر برامبري ورنقري لعلم دبي امن بيتانم قوت واكرر يجب ان نفرغ كل ما في الدماغ قبل مغادرتنا الحياة نعطيها كاملة ارجوكم تنظيم ندوات في الجامعة وخارج الجامعة للتعريف بزكاة العلم وورشات العمل لتعليم أعمال الخيرية أعمال الخيرية الكلاسيكية التقليدية ما أتطرق إليها لأنه كلكم تعرفون وكثير من عندكم يمارسوها وكثير من عندنا تبرع بالدم تبرع بالمال تبرع للأيتام والأرزاق بارك الله بكم ولكن العلم يجب أن نعطيها بماذا؟ ليكن كل أستاذ أن يدقق ويختص في موضوع أقل ما يمكن في كل فصل أن يسوي ندوة أو محاضرة أو بحث يعطيها للبقية الطلاب أو الأساتذة يجب أن نحدد نفسنا في موضوع كيفية الإعطاء العلم للبقية إعطاء العلم كاختصاص إعطاء العلم كمنفعة الحياة وإعطاء العلم كمساعدة للغير أنا لا أقول مساعدة العلم يعني إعطاء الدرجات للطالب خزافاً أبداً هاي يطلع خارج الموضوع وعكس الموضوع الطالب الدرجة الممنوحة له من حقه تحقق أكثر من 50% تحقق النجاح ما تحقق الشيء هو لازم يبذل جهد أكثر حتى يوصل فلا نقول قد يجوز بعض الناس يقول ننطيهم درجات هاي خير لا هاي شر اللي ما يستحقه ما لازم ولكن تسوي له انتنسيف كورس وتسوي له محاضرة إضافية وتسوي له ورشات تعلمها كيفية المعرفة وكيفية الكسب العلوم هاي من واجبنا ومن واجب انطيت بعض الأمثلة للورشات التوعية في الجامعات ومدارس ومعاهد جهان مثلا تبرع الدم احنا من صارنا من عشرات السنين ورشات مساعدة دار الأيتام مسوين ورشات جمع الأموال معونات هالأشياء التقليدية نستمر بي مو معناها انه نتلكأ بي لا نزيد
ولكن ورشة تعليم المهن مثل الخياطة والحلاقة وتصليح الحاسوب هالأشياء ضرورية لأنه يكون تنطي يتعلم صيد السمك بدل ما تنطي سمكة. شيء ضروري يجب أن نثقف به نفسنا لأنه إحنا في الجامعات نعتمد على العقل والعقل العلم يعتمد على العقل، ولكن أكو حاليا آفة في بلدان العالم يصيب العقل، ألا هو مصيبة الإدمان. مصيبة الإدمان إخواننا من واجبنا أن نكافحها، من واجبنا. عدم المكافحة الإدمان يعني تواطؤنا. فإذا ورشات مكافحة الإدمان وتأهيلهم من ضروريات أعمال الخيرية. أكرر على هالنقطة، ليش؟ لأنه يأخذ العقل ويأخذ العلم، ونحن نريد ننمي العقل ونزيد العلم. فإذا عدونا لدود لكافة الجامعات أفرادا وعقلية واجتماعيا هو الإدمان، كافة الأنواع الإدمان. ورشات لتعليم الناس كيفية التوعية العمل، وليس فقط احنا نعمله، خل يكون نطبع كراسات ونطبع مجامع، كل واحد حسب ما يراها مناسبة، ننطي الحرية الكاملة أن يكون العلم هو منبر وفائدة للناس. هاي الأشياء المختصرة اللي نريد مثل ما يقولون نذب كرة الثلج من فوق السطح وينزل يكبر ويكبر، وإن شاء الله الله يوفقنا، وأريد من بعدي أنتم تستمرون بي. شكرا.